بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع في رأيي مهم للخدام يفهموه، لأني لقيت خدام كتير ملخبطين بين كلمتين مهمين قوي في الإنجيل، كلمة مواهب وكلمة ثمار، والاثنين منسوبين للروح القدس، مواهب الروح القدس وثمار الروح القدس. لو قلت لكم المحبة موهبة ولا ثمرة؟ ثمر. لكن الوعظ موهبة ولا ثمرة؟ موهبة. كويس، انتم مميزين اهو. في فرق كبير قوي. ثمار الروح مطلوبة من كل مسيحي روحاني، بمعنى انت فيك الروح القدس من ساعة ما تعمدت وخدت الميرون. لو امتلأت بالروح، كنت حار بالروح، زي شجرة مطلعة ثمرة. حتى لو الثمار مش شبه بعض، يعني في واحد الروح القدس باين عليه بالهدوء زي أمنا العذراء، في واحد الروح القدس باين عليه بالتعفف أكتر، بطول الأناة، بالإيمان، كل دي اسمها ثمار الروح، دي فينا كلنا. وده أهم، ده اللي يدخل السماء، ده اللي يقول إن أنت بتاع ربنا، مش المواهب. المواهب ما تقولش كده، المواهب دي مش للكل، أو توزيعها له حكمة أخرى عند ربنا، فمش كل واحد لازم يوعظ، لا، ولا كل واحد يعمل معجزات، لا خالص، مش مهم، بس كل واحد مطالب إنه يحب ويفرح، يبقى عنده سلام وإيمان وطول أنا وصلاح وتعفف، دي ثمار. تعالوا نتكلم على المواهب، لأن ده اللي يشغلنا أكتر، وده للأسف اللي بعض الناس مش فاهمين. هحط 12 قاعدة فاستحملوني، عشان الموضوع ايه يعني مهم تفهمه. 12 قاعدة لفكرة المواهب. الأول هقرا نص من القديس بولس. المواهب الروحية موجودة في أكتر من مكان، بالذات في كلمات القديس بولس وفي كلام القديس بطرس كذلك، يعني مذكورة كتير، لكن روميا 12، كورنثوس 12، وأفسس 4، دول بالذات المناطق اللي فيها تركيز على المواهب. إنما كورنثوس الأولى بالذات، عشان كان فيها أزمة مواهب، أزمة مواهب، واخدة 3 إصحاحات، 12 13 14. افتكروا بقى كورنثوس الأولى 12 13 14 هنسميها أزمة مواهب. ليه؟ لأن في ناس بدأت تتفاخر بالمواهب، وفي ناس ابتدت تقول ما معنى اللي ما عندوش موهبة يبقى مش مليان بالروح، لخبطوا الناس. وده اللي خلى القديس بولس لأول مرة، طبعا دي بحكمة الروح القدس، يحط المواهب في كفة والمحبة في كف. فاكرين الإصحاح؟ لو كنت بتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة ولا حاجة، لو كان لي كل الإيمان، ده ثمر، دي ممكن تبقى موهبة، إيمان المعجزات، ولكن ليس لي محبة لست شيء. إن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق لكن ليس لي محبة. وساعتها قال النبوات ستبطل والألسنة ستنتهي، أما المحبة إيه؟ لا تسقط أبدا. يبقى واضح أن الإصحاح الوسطاني ده حاطت المواهب في كفة والمحبة في كفة. وقال جدوا للمواهب ولكني أريكم طريقا أفضل. يبقى اللي المفروض كلنا كمسيحيين ننشغل بيه إيه؟ الطريق الأفضل والمحبة. لأنك لو بتعمل معجزات ومش بتحب كل الناس مش هتروح السماء. هتعمل معجزات بس مش هتروح السماء. ممكن. تعالوا نفهمها بقى. أما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. يبقى واضح أن في بعض الأسرار أو الحاجات المرتبطة بالمواهب في جهل عند الناس بيها، وده اللي موجود حاليا. فالقديس بولس بيقول عاوزكم تفهموا الحتة دي. أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثام البكم كما كنتم تساقون، يعني قبل كده كان الشيطان بيسيطر عليكم من خلال شوية تماثيل. لذلك أعرفكم ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثمة، أناثمة يعني ملعون أو محروم، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. وأنواع مواهب موجودة، تبقى المواهب دي مش حاجة واحدة ولكن الروح واحد. وأنواع خدم موجودة، يبقى الخدمات مرتبطة بالمواهب زي ما هنشوف كده، ولكن الرب واحد، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة.
يعني الروح القدس عاوز ينفع الكنيسة فيشتغل في واحد عن طريق وعظ، في واحد تاني عن طريق معجزات، ماشي وارد. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، لآخر كلام علم حسب الروح الواحد. خلي بالكوا إلحاحوا على كلمة إيه؟ الروح واحد، الرب واحد. ليه؟ لو تعارضت المواهب يبقى مش الروح واحد، يبقى في روح قدس وفي روح شرير. لو المواهب، دعاة المواهب بقوا يقولوا تعليم مخالف لتعليم الروح القدس، يبقى مش بالضرورة الموهبة دي من الروح القدس، لأن أهم ما يحكم المواهب أن الروح واحد عشان ما تتمزعش الكنيسة. لآخر إيمان بالروح الواحد، لآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، لآخر عمل قوات ونبوة وتمييز أرواح وأنواع ألسنة، ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يبقى الروح القدس بيعمل وهو بيقسم المواهب. كما أن الجسد واحد له أعضاء كثيرة، كل أعضاء الجسد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح. القاعدة الأولى، المواهب لأعضاء الكنيسة متنوعة ولكن متكاملة، وغرضها بنيان الكنيسة كلها. هديها لكم من خدمتكم. تصوروا أنتوا فريق 20 نازلين لقرية أو لمنطقة يعني محتاجة، فيكم واحد عنده نعمة الوعظ شوي، فيكم واحدة ست طيبة قوي بتعرف تحكي مع الستات وتكسبه، فيكم واحد بيعرف يتكلم مع الشباب ويقنعه، فيكم واحدة شاطرة جدا مع الأطفال، عندكم واحد في العشرين مدبر يظبط الحسابات، عندكم ليدر مهتم جدا بالمواعيد. أنا قلت 5-6 مواهب، بس في الآخر الفريق ده إيه؟ بيطلع شغل واحد، مش كده؟ وكل واحد بيشتغل بالحتة اللي يشتغل اللي يعرف. واحد نجح قوي مع الأطفال تحطه مع الستات ما يعرفش يتكلم، واحدة ست شاطرة قوي مع الستات تحطها مع الأطفال يزهقوا، واحد في الحسابات شاطر جدا تحط واحد مطرحه يبوظ الدنيا. خلاص يبقى كل واحد يتحط في الحتة بتاعته، بس كل دول رايحين بيحركهم روح قدس واحد، تعليم واحد، كنيسة واحدة، هدف واحد، في وحدانية. يبقى هنا في تنوع وفي تكامل، فاهمين الفكرة؟ ما ينفعش الفريق ده كله يعملوا شخص، لا ولا اتنين، لأن احتياج المنطقة لكل المواهب دي. احنا حتى المواهب نقدر نقول حتى المواهب الطبيعية، يعني لو واحد بيعزف موسيقى وماله، هيرتل بالموسيقى، واحد صوته حلو برضو تتحط وماله، هيرتل ويسوق الناس في الترتيل، لو واحد مهندس شاطر وعاوز يعلم الجماعة البسطة ياخدوا بالهم من حاجات فنية كده في الهندسة، حلو. كل دي اسمها ايه؟ وزنات، وهي ايضا ممكن تبقى مواهب شخصية أو مواهب بالروح القدس. الغرض بنيان الكنيسة. يبقى خلي بالكم، إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية أطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. يبقى المواهب أول حاجة كله بيصب أن الكنيسة تتبني، تتبني مش بس مبنى، تتبني يعني النفوس تتبني، يعني الناس تعرف ربنا. بعد كده يا ترى مين عمل إيه؟ مش مهم، الناس هتنسى. يا ترى مين اللي اشتغل مع الأطفال؟ مش فاكرين اسمه. مين اللي كان شاطر وشاطرة وجمعت الستات؟ مش فاكرين اسمه. هم كلهم عملوا شغل فرجعوا 100 واحد كان بعيد عن ربنا، فبيبنوا الكنيسة. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا التنوع مع التكامل، إنما الغرض واحد. تاني مبدأ مهم من النص اللي قريناه، المواهب لا يمكن أن تمزق الكنيسة بتعاليم مختلفة. تصوروا واحد بيقول انه بيتكلم بألسنة وبعدين ابتدى يعلم تعليم مخالف لتعليم الكنيسة، النتيجة الأخيرة ايه؟ هتقطع الكنيسة، هتجزأها، هتمزعها. يبقى الألسنة دي مش حقيقية. ليه؟ لأنه لو كان، هفترض لو كانت موهبة ألسنة حقيقية كانت هتقول نفس اللي بتقوله الكنيسة وبتعلم بيه، لأن الروح واحد والرب واحد والغرض بنيان الكنيسة. لو واحد عمل معجزات وبعدين ابتدى يعلم تعاليم مخالفة لتعاليم الكنيسة هيوصل لإيه؟ تمزيق الكنيسة. يبقى ليس الروح القدس. وهو ينفع حد يعمل معجزات من غير الروح القدس؟ ينفع، ممكن. لما موسى النبي رمى
العصايا عمل التعابين، السحر عملوا تعابين. عشان كده القديس بولس في الرسالة دي قال إيه؟ قال ده الشيطان ممكن يتشبه بإيه؟ بملاك نور. إذن حتى الأمور اللي هي موهبتية يعني، اللي هي مش عند الكل، ممكن الشيطان يدخل الملعب ده. خلي بالكم، ممكن يعمل حاجات براقة. فاكرين سيمون الساحر؟ ما كانش بيعمل حاجات معجزية، كان بيعمل بس ما كانش بالروح القدس. فلما لقى الروح القدس ان اللي عند الاباء اقوى من الشيطان اللي بيحركه، قال لهم تاخدوا فلوس، قالوا له انت فاهم غلط. وعشان كده المسيح نبهنا، قال مش معنى ان الناس بتعمل معجزات ده ضروري تدخل السماء. لا، مش عاوزين نعمل معجزات، مش لازم كلنا نوعظ، بس لازم نوصل لثمر الروح. ثمر الروح يخليك شبه المسيح. المسيح ما اتكلمش بألسنة، المسيح قعد سنين ما يعملش معجزات، لكن المسيح دايما في حالة حب، حالة سلام. خلي بالكوا، ثمر الروح هي حياتك الطبيعية، هي المسيح اللي فيك اللي باين طول الوقت. أما المواهب، إن دعت الحاجة من أجل احتياج الكنيسة الموهبة، الروح القدس ما يتأخرش، لأن الروح القدس غرضه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق. يبقى تاني مبدأ، المواهب لا يمكن أن تمزق الكنيسة بتعاليم مختلفة. وعشان كده الشيطان ساعات يلعب لعبة المواهب، لأنه وده اللي حصل في كورنثوس. عشان كده بقى تلاحظوا أن بولس كان متشدد ضد المواهب. لما تدرسوا كورنثوس 14 بالذات تلاقوه كأنه ضد المواهب، كأنه، لدرجة قال يا جماعة أنا بتكلم بألسنة أكتر منكم كلكم، لكن ما بستخدمهاش. حتى ذهبي الفم قاعد يعلق عليها كتير، قال عنده موهبة لكن مرضاش يستخدمها. ليه؟ لأنه مش شايفها مناسبة للكنيسة في الوقت ده. قال أفضل أقول 5 كلمات بعقل أكتر من 5000 كلمة بلسان. يبقى واضح أنه قديس بولس شايف القيمة، القيمة في بنيان الكنيسة وحدانيتها، مش في استعراض المواهب. ثالث نقطة مهمة، المواهب تنسب بالتضاع لله وحده، ولا مكان للافتخار أو المقارنات، ولا تمنع التلمس. بمعنى أخطر ما في المواهب عارفين إيه؟ حفرة الافتخار. يعني إيه؟ مشكلة إن اللي عنده موهبة معرض جدا لحرب البريق والمجد الباطل ومديح الناس والشعبية. ده بريق، اللي يوعظ حلو الناس تمشي وراه، اللي يعمل معجزات الناس تمشي وراه، اللي صوته كويس الناس تمشي وراه، اللي هيقول ألسنة مثلا الناس ممكن تمشي وراه، مش كده؟ يبقى هنا حسبه من مطب، من حفرة مشهورة للمواهب. هل الحفرة دي موجود زيها في الثمار؟ لا. ليه؟ المحبة ده رايح بيت مسنين قاعد يمسح الأرض محدش دريان بيه، بس بيحب الغلابة أو بيحب المسنين فقاعد يتعب. مين اللي عارف 2-3 بس؟ ده بيغسل أرجل، قاعد يحب في الناس، فمجال الافتخار عنده بسيط، مش معرض لبريق المواهب. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده القديسين قالوا لنا المواهب معاها حذر شديد من الكبرياء الافتخار. عشان كده الشخص اللي عنده موهبة دايما القديسين كانوا يخفوها، وكانوا بالتضاع ينسبوها لربنا. قديس بولس لما اتكلم عن بعض مواهبه قال انتوا خليتوني غبي، عشان خليتوني اتكلم عن نفسي. قال كده، قال ده انا كسقت ظهر لي، انا ما انا، دي نعمة الله، وانا اقل من كل الرسل، وانا ما استاهلش اكون رسول، انت مالك عمال تهزق روحك كده؟ عشان اضطر يتكلم عن بعض انجازاته، فكان متواضع بجد. ما ذكرش ابدا كم معجزه عملها، ولا كم كنيسه فتحها، ولا كم وعظه قالها. لا، كلام الفارغ ده ما يفرقش معاه. هو عارف كويس ان الحاجات دي ملوش فيها دور، دي نعمه من ربنا. هو يقول لك اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوض. النص ده جميل، يقول كان خبيرا في طريق الرب. ده واحد اسمه أبولوس عنده موهبة وعظ، بيتكلم حلو قوي، بيثبت ان المسيح ربنا من العهد القديم. بس شوفوا الراجل ده كان يتمتع بالتضاع، كان وهو حارب الروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، يعني بالرب يسوع، لكن عنده حتة في التعليم نقص.
لأن دي الكنيسة الأولى، لسه ما فيش إنجيل مكتوب ولا معاهد لاهوتية ولا كلام كده، فما كانش فاهم قيمة المعمودية بتاعت العهد الجديد. فابتدأ يجاهر، فلما سمعوا أكيلا وبريسكيلا أخذه إليهما وشرح له طريق الرب أكثر تدقيق. أبولس قال لهم تطلعوا مين عشان تعلموني؟ أبولس المشهور قعد يسمع أكيلا وبريسكيلا اللي مش مشهورين بس دول عارفين التعليم المظبوط، فقبل منهم، قال لهم معاكوا حق. فأبولس ده بقى قديس بعد كده، لأنه ما كانش عنده أزمة أن حد يقول له أنت ناقصك حتة، أنت في تعليمك في حتة مش مظبوطة، أنت مش بتقول معمودية العهد الجديد. يوحنا عمد للتوبة، لكن المسيح قال لنا معمودية الآب والابن والروح القدس، معمودية العهد الجديد هي الولادة الجديدة. 4، ليست المواهب هي العلامة الوحيدة للامتلاء بالروح القدس. برضو دي مشكلة بعض الطوائف، معلش مع احترامنا للكل، بتعلم أن الامتلاء بالروح القدس لابد أن يظهر في شكل موهبة. والحجة الأساسية يوم 50 امتلأ الجميع من الروح القدس فطفقوا يتكلمون بألسنة، وتكررت في عمل 19. الحقيقة ده مش مظبوط. ليه؟ لأنه لو تابعت كلمة الامتلاء بالروح القدس جات أكتر من مرة في سفر الأعمال، ما كانش معاها مواهب ساعتها أو ما كانش معاها ألسنة خالص. الامتلاء بالروح القدس في فكر الكنيسة يخلي الواحد يزداد حب، يزداد توبة، يزداد صلاة، يزداد تشبه بالمسيح، لكن مش بالضرورة أبدا يظهر في شكل مواهب. خلي بالكوا بقى، يبقى مش معنى أنك صليت بحرارة والروح القدس ملاك لازم تطلع تعمل معجزة أو توعظ وعظة ما حصلتش أو تتكلم بألسنة، لا خالص. أنت فرحان بربنا، أنت شبعان، أنت ارتويت، أنت طالع مليان فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، هي دي الثمر، ده النتيجة الطبيعية للامتلاء. لكن المواهب لو مش مناسبة للكنيسة برضو ملهاش دور عندك. يبقى المواهب مش هي علامة الامتلاء، الثمر بالأول. 5، المحبة أهم وأفضل وأولى وأكثر ضرورية لخلاص الكنيسة. بمعنى، شوفوا أحبائي، لأن دي مشكلة حاليا في الكنائس، أنه تمجيد الموهوبين على حساب المحبة. بمعنى إيه؟ في ناس مش باين عليهم مواهب، بياخدوا كتف، أصله مش موهوب. لا لا خالص، ده القديس بولس قال لو لقيته واحد غلبان وضعيف حطوه في الأول، والأعضاء اللي ملهاش كرامة نديها كرامة أفضل، والأعضاء المكرمة دي ملهاش دور كبير. والقديس بولس كان عاوز يعمل توازن في كنيسة كورنثوس، لأنها كنيسة ماشية على البريق، مين بيكلم حلو نمشي وراه. من هنا جت بولس وأبولوس، فاكرين الحزبية ما طلعت في كورنثوس بسبب المواهب، فبقوا يقارنوا مين بيوعظ أحسن، مين بيعمل معجزات أكتر، مين هي شغلة. طب ده الشيطان يدخل الملعب ويلعب بيهم كلهم. إنما محدش بيسأل مين بيتعب أكتر، مين بيحب الناس أكتر، مين قاعد يخسر رجلين الناس أكتر. هو ده السؤال المهم، هو ده الصح. فيقول أما أنتم فجسد المسيح وأعضاء أفرادا، وضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسل، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، قوات، قوات يعني معجزات، مواهب شفاء، أعوانا. أعوانا دي البعض بيفهمها هيلبس، زيكم كلكم عندكم موهبة الأعوان. الأعوان هنا يعني إيه؟ يو هيلب، أنت بتنزل تساعد واحد غلبان أو واحد مريض، فكلكم عندكم الموهبة دي بدرجة. التدابير، كتير منكم عنده تدبير يعني إداري، ربنا مديله موهبة ترتيب الأمور، دي موهبة برضو محطوطة جنب الشفاء والحاجات دي. وأنواع ألسنة، ألعل الجميع رسل؟ لا طبعا مش لازم. ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل 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 لا، جدوا للمواهب الحسنة، لكن عاوز أوريكوا حاجة أحسن، طريقا أفضل. وبدأ بها الإصحاح العظيم بتاع كورنثوس 13، لو كنت هتكلم بألسنة الناس والملائكة، في تفسير الآباء الأوائل كلمة الملائكة بولس قصد بها مجازا، ده لو في ملائكة لهم ألسنة وتعرف ألسنتهم برضو مش مهم، لكن ما كانش يقصد خالص في حرفها إن الملائكة بيكلموا ألسنة، ده تفسير الآباء القديم.
ليس لي محبة، صرت نحاسا يطن صنجر، يعني عامل دوش. يبقى ممكن تبقى المواهب عاملة دوشة لكن مش مؤثرة حقيقي في الناس. وكلكم جربتوا حبايبي، ايه اللي يأثر فيك اكتر، شخص يحبك ويتعب معاك ولا وعظة تخبطك؟ وعظة تخبطك هتأثر فيك يومين ثلاثة، لكن شخص حبك وخدمك سنين تأثيره ما بيروحش. الحب دايما تأثيره أقوى من أي كلام. ياما شفنا ناس صدقوني حصل لهم معجزات وبعدوا عن المسيح. طب حصلت له معجزة، طب ما بتوع اليهود كانوا بالأولى شافوا معجزات بشعر رأسهم وبعدين ما رجعوش لربنا. يبقى حتى المعجزات ما تفتكروش ان هي الطريقة المثلى لكسب الناس، لا مش شرط، لكن المحبة أقوى دايما. يقول لو كان ليا نبوة أعلم جميع الأسرار، في ناس نفسها تبقى زي البابا كيرلس كده، عشان كان معروف ساعات، على فكرة ساعات مش دايما، كان ربنا بيقول له على حاجة هتحصل كويس، عنده علم بالأسرار، دي موهبة من المواهب. لكن الحقيقة لا كان بيتكبر ولا كان ماشي يمسك واحد واحد يقول له هيحصل لك ايه، ويا ما كان حد يجي يقول له هيحصل ايه سيدنا، يقول له ربنا معاك يا ابن، ما يقولش اكتر من كده لان ربنا ما قالوش. فالموضوع ما كانش فيه استعراض خالص، وكان منتهى التواضع والخجل والصلاة وحب الناس، وده اللي شغله. لانه حتى لو نقل جبال وما عندوش محبة مش هيكسب حاجة. نمرة 6، المواهب ليست مجالا للاستعراض انما تسد احتياج حقيقي. بمعنى لو في احتياج في الكنيسه للوعظ ربنا يدي موهبه وعظ. طيب في احتياج للالسنه يدي السنه زي القرن الاول، عشان كده ذهبي الفم وهو بيفسر الجزء ده قال لم تعد الكنيسه تحتاج للالسنه، لانه لم يعد لها احتياج حقيقي، لانه يوجد مؤمنين في كل بلد بيتكلموا لغات البلد. وذهبي الفم قال دي لغات حقيقية، ما قالش لغات خيالية ولا ملائكية، قال دي لغات ناس بتتكلمها، فالرسل عرفوا يتكلموا اللغة عشان يبشروا، لأنه ما عندهمش قدرة يتعلموا لغات في سنين، دول ناس بسطة. فمعجزة من المعجزات إن هم استطاعوا يتكلموا لغة أخرى. لكن لو اللي قدامي يفهمني وأنا بتكلم عربي أكلمه لغة أخرى إزاي؟ هتفيده في إيه؟ ده يضر بنيان الكنيسة. وأما هنا ليست مجال للاستعراض إنما بتسد احتياج حقيقي، يعني عندنا احتياج للتدبير، تدبير اللي هو الإدارة. ربنا بيبعت ناس موهوبة في الإدارة، إما بدراساتهم أو بشخصياتهم، يبعت زي يسرون، يسرون اللي وجه موسى عشان عنده موهبة إدارية، مع أنه شخص يعني مش في عظمة موسى في روحياته، موسى تعلم منه إدارة تدبير عشان يدبر شعبه. فربنا أوجد شخص مناسب لاحتياج الناس في الوقت ده من أجل التدبير. بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف ضرورية، أعضاء الجسد نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل. يعني إيه؟ إياك تدوس على إنسانك منه مش موهوب. لا صدقني اللي مش موهوب ده هو ده اللي بيجيب الناس أكتر، قصده بيحب الناس بيسأل عن الناس وبيصلي على الناس من قلبه، ده ممكن يكسب أكتر من الوعاظ. ولكن الله مزج الجسد، يعني لازم في مزيج من الوعظ والتراتيل والتدبير والأعوان وكل ده، وفي واحد موهبته ربنا مديله قرشين زيادة ومال بيخدم بيهم ربنا برضه. نقطة كمان، الأولوية وسط المواهب للتنبؤ، ده مش تعليمي أنا بقى، التنبؤ في لغة العهد الجديد خدت مساحة أكبر من التنبؤ في العهد القديم. في العهد القديم كانت أكتر مركزة أن المسيح جاي، المسيح جاي والسماء قربت، فكلمة نبوة أو نبي في العهد القديم بيشاور على المسيح الآتي. لأن المسيح جه وده موضوع حياتنا قديم وجديد، ما بقتش التنبؤ مجرد هيحصل إيه بكرة، لأن ده ما يشغلناش خلاص، المسيح جه فبكرة زي امبارح، المسيح هو حياتنا دلوقتي. التنبؤ بقصد دلوقتي ماذا يريد الله منا. أي وعظة بتقولك ربنا عاوز منك إيه كوعظة، عاوز توبة، عاوز صلاة، عاوز محبة، اسمها تنبؤ. فهمتوا الفكرة؟ التنبؤ في فكر العهد الجديد هو التعليم والوعظ اللي بيقول للناس ارجعوا لربنا،
امسكوا في ربنا، اخضعوا للإنجيل، عيشوا قداسة، كل ده اسمه التنبؤ اللي هو أقرب لكلمة التعليم دلوقتي. اللي قال كده القديس بولس، قال اتبعوا المحبة. خلاص حط المحبة نمرة واحد فوق، يعني لو مش هتتكلم ولا تعمل معجزات المحبة تشغلك، دي اللي بتدخل السم. وجدوا للمواهب الروحية، كل واحد يعرف موهبته لأن دي وزنته اللي تجر بيها عشان يدخل بيها السماء برضه. وبالأولى أن تتنبأ، لأن كان في صراع بين مين يكلم بألسنة ومين يتنبأ. قال لهم لا استنى، أحسن تعليم تنبؤ. وده اللي خلى الدسقولية من وقت الرسل تقول امحوا الذنب بالتعليم. اللي يصلح الناس إيه؟ مش الألسنة ولا المعجزات، اللي يصلح دماغ الناس علم. المسيح قال إيه؟ الإنجيل علم بإيه؟ مبادئنا الروحية إيه؟ هي دي اللي تظبط دماغ الناس وتصلح شعب الكنيسة. من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، على اعتبار كان في ألسنة حقيقية ساعتها بس ابتدت تبقى مش مفهومة، فدخلنا في حتة. طب ايه قيمتها دلوقتي؟ خلاص افترض انه فاهم بيقول ايه، طب خليه يكلم ربنا. اما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. هنا مش لب وسوداني، تسلية يعني تعزية العربي القديم، يعني ممكن تتقال وعظة قد ايه ربنا بيحبكم، تطلعوا كلكم ايه واخدين نفس كده مرتاحين متعزيين. ليه؟ رجعتوا مبدأ ده ربنا بيحبنا قوي ومشغول بينا قوي. تعزية ده تنبؤ. وبنيان يعني فكر جديد، بس مش جديد عن الكتاب ولا الكنيسة، لا فكر جديد يعني ما كنتش واخد بالك أو فاهم الحتة دي. يبقى تعليم وبنيان كل ده يتنبأ وفي وعظ. نقطة 8، المواهب كلها ستبطل. في حد في السماء هيعمل معجزات حاله يقف؟ مفيش مرضى ولا في حد بيموت ولا في مشاكل. طب سوق المعجزات هيقف في السماء. طب الألسنة طبعا ده وقف من بدري. طب حتى التنبؤ الوعظ في حد هيقف في السماء يوعظ؟ حالنا هيقف في السماء. طب امال ايه الحقيقة؟ الحاجة الوحيدة اللي شغالة معانا في السماء هنحب بعض ونفضل نحب بعض للأبد. فاللي ما عرفش يحب الناس كويس وانشغل بالحاجات التانية مش هيبقى له نصيب في السماء، لأن كل الباقي ده أول ما تخلص العمر خلصت. بعمرك دي وزنات، دي مواهب بتستخدمها لبنيان الكنيسة وتتسئل عليه. لكن اللي يستمر معك المحب. فبيقول المحبة لا تسقط أبدا، أحد معانيها في اليوناني يعني لا تنتهي كمان. وأما النبوات فستبطل، عشان كده المقارنة واضحة، النبوات هتقف، الألسنة ستنتهي، العلم سيبطل. قلت بقى واحد معاه شهادة ومعاه دكتوراه في اللاهوت ماشي، ربنا يبارك، محتاجين ده كله، بس في السماء ما فيش الكلام. نعلم بعض العلوم مهما عرفنا، احنا محدودين، لكن متى جاء الكامل حينئذ يبطل ما هو بعض. 9، المواهب قد تخدع أو تقلد أو تخدع الآخرين. يعني إيه؟ المحبة الحقيقية ما تتغشش. كلكم جربتوا الكلام ده، كلكم جربتوا في حياتكم واحد يحبك بجد بإخلاص. ممكن واحد يقول لك يا حبيبي وتكتشف بعد يومين إنه كلامانجي، بس أنت عارف يعني إيه واحد مخلص في محبته. لكن اللي يتغش بسهولة الأمور البراقة، صدقوني حتى الوعظ ربنا يستر علينا. ليه؟ لأن أغلب الهراطقة بدأوا وعاظ موهوبين. أريوس كان موهوب، نسطور كان موهوب، كان عنده موهبة وعظ، بس كبرياءه خلاه يتجاهل الكنيسة والإنجيل ويمشي بدماغه. فهمتوا من الصعوبة؟ فهنا المواهب قد تخدع. ممكن واحد الشيطان يخليه يعمل حاجات مبهرة عشان يخدعه ويتهيأ له أنه بقى قديس، ممكن، ويتهيأ له أنه مش محتاج يجاهد لحياته الخاصة، مش محتاج يحب الناس قوي، مش محتاج يصوم زي الناس، يتصور أنه ما عادش مبتدئ وهو يعني قبل البداية بشوي. لأن المواهب قد تخدع، لكن المحبة لا تخدع. وقد تخدع الآخرين، ما احنا بقى ناسنا طيبين، فتلاقوا الناس تحب قوي أي حاجة تعمل كده منظر حلو، فالناس تجري ورا الكلام ده. فمن هنا نلاقي بقى ايه يعني حاجات غريبة بتحصل والناس بتجري وراها. تجري وراها ليه؟
انصرفوا عن الصلاة وانصرفوا عن التوبة وانصرفوا عن التناول وانصرفوا عن الإنجيل. أحيانا كل ده يصرفهم عن طريق السماء. 10 المواهب والألسنة بالأخص آية لغير المؤمنين. بمعنى مرة مريض كان يعني قرب على السماء خلاص، يعني كان عنده كانسر متقدم، وقال لي أنا مش بصلي إن أنا أخف، أنا بصلي أروح السماء، أنا مشتاق، بس بصلي للسرير اللي جنبي إن المسيح يتمجد معاه، عشان أنا عارف لو خاف بمعجزة يمكن يعرف المسيح. خلوا بالكم التعبير اللي قاله الشخص الطيب ده، هو مش عاوز معجزة لنفسه لأنه عنده إيمان، إيمانه مخليه مش محتاج معجزة شفاء لأنه طريقه للسماء، عنده ثقة أنه المسيح بيجهزه للسماء والألم ده بيحضره للسماء فرحان بدي. إنما بيطلب معجزة الواحد في ظروفه بس ما عندوش إيمان، وده بالضبط اللي قاله القديس بولس لما قال الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. ده في وقتها يا جماعة، لأن ده كان يوم 50 لما اتكلم يوحنا مثلا عربي ولا مثلا حبشي، ولا ما في 14 لغة مذكورة في عمل 2. بالنسبة للناس اللي بتسمع، ايه ده انت بتعرف لغتنا ازاي؟ فكانت حاجة معجزية تخليهم يقولوا لا دي قدرة إلهية، دي مش حاجة طبيعية. فآية لغير المؤمنين. لكن اللي عنده إيمان حقيقي بربنا مش محتاج المعجزات ولا الألسنة، لأنه هو عنده إيمان ومحتاج التعليم، محتاج التعزية، محتاج الوعظ، محتاج يكبر روحيا تلمذة. فهنا بيقول أما النبوة فليست لغير المؤمنين. احنا خدنا النبوة كلمة بنيان ووعظ وتعزية، كل ده اسمه نبوة، بل للمؤمنين. انتوا ناس مؤمنين نعمل ايه؟ نوعظ، نديكوا تعليم أو وعظ أو تعزية، ماشي. لكن ليه نعمل معجزات معاكم؟ إلا لو ربنا رايد دي حاجة خاصة جدا، في حالات خاصة جدا يمكن لتثبيت الإيمان. نقطة 11 لابد من طلب الحكمة من فوق في استثمار المواهب. يعني إيه؟ المهندسين يفهموا التشبيه الساذج، أنا مش مهندس بس أقول إيه، لما تطلع بمبنى كبير أو مدينة كهربائي لدور، مهندس كهرباء يعني، مهندس الإنشائي لدور، المهندس المدني لدور، المهندس الصرف الصحي، كل دول بيشتغلوا مع بعض عشان يطلع حاجة مظبوطة قوي، ولازم دور كل واحد يعرف يدخل امتى ويعمل الحتة بتاعته. ففي حكمة في استثمار المواهب. المقاول المصري يعني مع احترامي بيلغي الأدوار دي كلها وبيدخل يقول لك أنا بفهم في كله، وبعد شوية تلاقي المبنى مشقق أو إيه له ضحايا أو يطلع معوج أو يطلع ما ينفعش الغرض وأيا كان. ليه؟ لأنه ما استخدمش الحكمة. المواهب لابد من حكمة في استثمار، لأنها مش موجودة كده عمال على بطال. عشان كده الشخص اللي عنده موهبة لازم يفضل دايما يطلب الحكمة، يا رب عاوزني أعمل إيه. على فكرة قديسين كبار كان عندهم مواهب معجزات وكانوا يخبوها وتظهر في مرات بسيطة جدا. طب انت عندك موهبة معجزات، ما بتعملش كل يوم ليه 10-20 معجزة؟ يصلي بشدة لغاية ما ربنا يزقه على مرة كل 1000 مرة بحكمة من فوق، عشان يحفظ نفسه وعشان ده بنيان الكنيسة. لكن هي العملية مش عمال على بطال. أشكر إلهي أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم. طلع عنده موهبة، بشوفوا الحكمة بقى. لكن في كنيسة أريد أتكلم 5 كلمات بذهني، كلام نفهم بعض يعني، لكي أعلم آخرين أكثر من 10,000 كلمة بلسان. فبيقول لا تكونوا أولادا في أذهانكم، يعني بلاش تبقوا سذج، هي معناها كده، بلاش تبقوا سذج محمولين على كل تعليم غريب، أي حاجة شوي تبهركم وتاخدكم. لا، احنا في الاخر عندنا ايمان مسلم وعايشين حياه توبه وصلاه وقداسه وبصين على السماء، مش عاوزين نتفرج على امور براقه مبهر. اخيرا اقول ايه، لابد من الخضوع للكنيسه وتقليدها، مش تقصاها، تقصاها مش دقيقه، تقليدها. يعني
تسليم الآباء. الكنيسة بدأت قبل ما الإنجيل يتكتب، والكنيسة عندها ثوابت في الحياة، الصلاة الدائمة، حياة التوبة، دعوة الناس للإيمان بالمسيح له المجد، الارتباط بالعضوية جوه الكنيسة، سر التناول بعد الإفخارستية، كل ده تقليد مسلم، إيمان مسلم. الثوابت دي ما ينفعش تتحرك مع المواهب. ما ينفعش واعظك منه بيعرف يوعظ حلو يهز حاجة من الثوابت دي، لا لا، يبقى الموهبة دي مش من ربنا، لأنه بيهز ثوابت إيمانية راسخة. مش بتكلم في الطقس تاني، يعني نشيل كلمة قبطي وكلمة عربي، ده مش ده المهم. أنا بتكلم كلمة التراديشن، نبقى نعدلها تي كابيتال، والطقس هنا كلمة التقليد والتسليم الرسولي. فهنا بيقول تقدرون جميعكم تتنبأوا، لكن أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. الله ليس إله تشويش بل إله نظام، إله سلام. يعني إيه؟ في سيستم، في نظام، في كنيسة الكل بيخضع ليها. لكن مش معنى أن واحد عنده موهبة يطلع برا الكنيسة ويلم الناس وراه، دي حيلة شيطانية. مين اللي يهمه يمزع الكنيسة؟ عدو الخير طبعا. هم عملوا الهراطقة إيه إلا أن هم قسموا جسد المسيح من أول أريوس. يبقى اللي بيبني الكنيسة الواحدة حريص على التعليم الواحد وعلى الخضوع وعلى الروحانية وعلى التعليم المستقيم، وفي مكان للمواهب. طبعا ما نقدرش نلغي المواهب، مواهب ضرورية زي ما حكينا. أنتوا كلكم عندكم مواهب طبيعية وبعضها مواهب روحية لخدمة الغلابة أو لخدمة المرضى، كويس، وده لبنيان الكنيسة، لأن الكنيسة مش هتتبني من غيركم. تعالوا نراجع بقى. قلت المواهب لأعضاء الكنيسة لكن متنوعة ومتكاملة وغرضها البنيان. قلنا المواهب مش ممكن تمزع الكنيسة بتعاليم مختلفة، المواهب تنسب بالتضاع لله، مفيش مكان للافتخار. المواهب مش هي العلامة الوحيدة للامتلاء بالروح، محبة أهم وأفضل من أي موهبة. المواهب بتسد احتياج حقيقي مش استعراض. الأولوية للتنبؤ والتعليم وسط المواهب. المواهب كلها تقف، محبة هتكمل. المواهب قد تخدع، تقلد بعدو الخير، وقد تخدع الناس. المواهب آية معجزة لغير المؤمنين بالأولى، إنما لابد من طلب الحكمة من فوق في استثمار المواهب. أخيرا لابد من الخضوع للكنيسة الواحدة لإلهنا كله. أجدو كرامة.